السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في وصفة جديدة. قبل أن نبدأ وصفة اليوم عليكم فقط الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات على القناة. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. رمضان مبارك سعيد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه تحضير سحور خفيف بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش ياخذوا ماكله ثقيله في السحور. فهاد السحور غادي يجيكم خفيف وغادي يعجبكم بزاف ان شاء الله غادي تطبقوا. المقادير اللي كنحتاجوا في هذه الوصفه، كنحتاجوا نصف لتر من الحليب، عندي 120 غرام من السكر الخشن او سكر الحبيبات. بالنسبه لهاد 120 غرام، 100 غرام غنستعملها في تحضير الكراميل و20 غرام غادي نستعملها في الخليط اللي غادي ندير من الفوق. عندي 3 ديال البيضات وعندي سكر فانيلا. غادي نبداو طريقه تحضير هاد الوصفه. اولا غادي ناخذ كاسونه اللي غادي نوضع فيها السكر، غادي نخلي واحد 20 غرام اللي قلت لكم غادي ندير في الطبقه الثانيه. غادي نوضعه فوق النار مع تحريك النار، خاصها تكون مهيله باش ما يتحرقش لينا السكر حتى كيولي اللون ديالو ذهبي. عاد من بعد غادي نكملوا طريقه التحضير. هانتم كما كتلاحظوا معايا، فكنخليو السكر ديالنا حتى كيدوب على نار مهيله وكيبدا يولي اللون ديالو ذهبي كما كتلاحظوا معايا. بعد ما حضرت الكراميل ديالي كما كتلاحظوا معايا ولا اللون ديالو ذهبي، فخديت هاد القوالب الخاصه بالفلون. يمكن لكم تاخذوا اي قوالب بغيتو، يمكن لكم تاخذوا حتى مول كبير. غادي نصب فيها الخليط ديال هاد الكراميل. غادي نوضعها جانبا وغادي نكمل طريقه تحضير هذه الوصفه. خدت 3 البيضات هنا، غنضيف لهم السكر الفاني وغنضيف لهم هذيك كميه السكر اللي خليت. بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش الحلاوه بزاف، فيمكن لكم تنقصوا الكميه ديال السكر اللي غديروا، حيت ديجا كاين الكراميل وعاد كتعرفوا باللي الكراميل كيكون حلو بزاف. انتبهوا مزيان ملي تكونوا تطبخوا الكراميل، فانا تحرقت بديك الكريمه ديالو، فراه كتكون درجه الحراره ديالو مرتفعه. انتبهوا مزيان ملي تكونوا كطيبوه. كنخلطوا البيض ديالنا مزيان وكنبداو نضيفوا الحليب وكنستمروا في التخليط. يمكن لكم ديروا هذا الشيء في الخلاط الكهربائي وتحركوا، يمكن لكم ديروا نفس الطريقه اللي استعملت انا. كنخلطوا مزيان، انتم كما كتلاحظوا معايا تخلطت البيض الاول، عاد بديت كنضيف الحليب وكنخلط. داكشي علاش نساجمت هاد المكونات ديالي مزيان، كون درنا الحليب عاد درنا عليه البيض ما كانش غادي يتخلط مزيان هاد المكونات ديالنا. الان بعد ما خلطت هادشي، فغناخذ هاد القوالب كما كتلاحظوا، فانا حطيتهم في واحد المول اللي ثقيل وغادي نصب هاد الخليط في هاد القوالب الموجوده عندي. بعد ما وزعت الخليط على القوالب ديالي كامله، فغادي نوضع الماء اللي كيكون ساخن بزاف في المول حتى تقريبا كيوصل النص ديالهم، وغادي ندخلهم الفران على درجه حراره 180. الفران يكون سخون مزيان، كنشعلوا عليهم غير الجهه اللي لتحت وكنخليهم حتى كيطيب. تقريبا كياخذوا معكم واحد 40 دقيقه على نار متوسطه. من بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. كيف ما كتلاحظوا معايا، بعد ما طاب عندي هاد الفلون او هاد الحاله اللي وجدت لكم، كنخليوه حتى كتبرد هاد الجبانيه اللي درت فيها هاد الخليط،
وكندخلوها للثلاجه واحد ساعتين حتى ثلاثه السوايع حتى كيبرد مزيان كما كتلاحظوا معايا. الان غادي نقلبوا في صحن التقديم باش نوريكم كيفاش كيجي. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا فكيجي زوين وكيجي معاه الكراميل باين وكيجي لذيذ لذيذ الصراحه. هاد الوصفه يمكن لكم كما قلت لكم تستعملوها كوصفه للسحور، وصفه خفيفه ولذيذه بزاف وغادي تعجبكم. الاحسن من اننا نستعملوا بحال مثلا الفلو اللي فيه مواد حافظه ولا حاجات اخرين، فهذه صحيه وموجوده في البيت وعارفين طريقه التحضير ديالها. إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد من الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت أو زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله.